دعني أبدأ في البداية محمد. اليوم هنالك إحياء داخل الخط الأخضر لذكرى النكبة 76. يشارك مئات الفلسطينيون بهذا المسير التقليدي الذي يبدأونه من مدينة شفا عمر نحو قريتي الهوشة والكساير، القريتين المهجرتين في قضاء حيفا ما بين شفا عمر وحيفا، يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون الهتافات المتعلقة بقطاع غزة وبنكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عام 1948. هذه المسيرة تخرج بشكل تقليدي بتنظيم من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين داخل الخط الأخضر. يمكن القول بأن مقارنة بالسنوات السابقة المشاركة واسعة وكبيرة والحضور مهيب من قبل فلسطيني الداخل، يحملون الأعلام الفلسطينية أمام أعين الشرطة الإسرائيلية التي تعزز بالمنطقة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفي محاولة لترهيب الفلسطينيين الذين سيشاركون في هذه المسيرة. بطبيعة الحال هنالك أيضا توثيق عبر الهواتف النقالة التي يحملها الشرطيين والكاميرات التي تحملها الشرطة الإسرائيلية للمشاركين في هذه المسيرة في محاولة لترهيبهم والتحامهم مع الفلسطينيين داخل قطاع غزة والمجازر المستمرة التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القطاع. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، كان قد دوت صافرات الإنذار قبل قليل في الجليل الغربي في منطقة أدميت، مستوطنة أدميت وأيضا بلدة عرب العرامشي، وذلك في إثر إطلاق القذائف الصاروخية المتتالي من الأراضي اللبنانية. هذه التطورات تأتي على غرار أيضا إطلاق القذائف الصاروخية نحو عسقلان، المستوطن المدينة المتواجدة في جنوب إسرائيل، وذلك باستمرار إطلاق القذائف الصاروخية في مسعى من المقاومة الفلسطينية للإثبات بأنها ما زالت قادرة أن تضرب المواقع الاستراتيجية الإسرائيلية في الجنوب، وخاصة هذه المواقع التي تمثل بالمد الاستراتيجي والعسكري للقوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور عدة، شمال وسط وأيضا جنوب قطاع غزة. هنالك يمكن القول بأن أيضا الإعلام العبري يسلط الضوء حول صفقة تبادل الأسرى التي تصل إلى طريق مسدود من قبل إسرائيل بسبب التعنت المستمر حول عدم إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وأيضا عدم سحب القوات الإسرائيلية من القطاع كمطلب من المقاومة الفلسطينية في المفاوضات المستمرة في العواصم العربية وخاصة في العاصمة المصرية القاهرة. كما نرى هنالك مشاركة واسعة من الفلسطينيين، الحافلات تقل الفلسطينيين تباعا حتى الوصول إلى قريتي الهوشة والكساير، في حضور مهيب للفلسطينيين للمشاركة والتعبير عن غضبهم والتحامهم مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في محاولات متكررة من السلطات الإسرائيلية لمنعهم في التعبير عن رأيهم وغضبهم حيال السياسات المتبعة من السلطات الإسرائيلية.